بسم الله الرحمن الرحيم. هي اللقاء أنا كنت أفضل أنه كان يبقى حوار بين الشيوخ والشباب، ويريت معهد المحاماة يبقى واضع في برنامجه محاضرات دورية بهذا المعنى أو لقاءات دورية بهذا المعنى. مش ضروري حد يخطب أو حد يقدم نفسه، وإنما المهم أن أنتوا تتعرفوا على جوانب الخبرة والخبرات المكتسبة والمتراكمة. والمتراكمة لديهم، لأن احنا مش مستهدفين من معهد المحاماة ان احنا ندرس قانون. القانون هيتلقاه المحامي شاء ام ابى. عمله المهني المتكرر المتداول يوميا، اطلاعه على الاحكام، اطلاعه على المذكرات، سماعه للمرافعات، بحثه الخاص، دراسات العليا المختلفة يمكن أن تقدم له الجانب القانوني. لكن اللي أنا عايز أبنائنا يتعلموه إزاي يبقوا محامين. إزاي يبقوا محامين؟ أولاً ليدافعوا عن أنفسهم وعن الآخرين. كيف يتعامل المحامي مع من يتعامل معه من أغيار، سواء في القضاء أو في النيابة أو في الشرطة أو في الشارع أو مع الموكلين. بداية ومحور الحديث عن هذه الخبرة يبدأ بالسلوك الصحيح، يبدأ باحترام النفس، وهي مقدمة لازمة لأي مشكلات يمكن أن تواجه المحامين في عملهم. تبدأ باحترامك لنفسك، لأنك عندما تحترم نفسك سوف تجبر كل الآخرين على احترامك. احترام النفس معناه أن تحترم الآخرين جميعا بلا تمييز، لا تقصر احترامك على الكبير فقط والوجيه فقط والشخصية الهامة فقط. الاحترام الحقيقي هو الذي تقدمه لكل الناس من أصغر المسؤولين إلى أكبرهم، لأنك عندما تمارس هذه الخاصية، خاصية الاحترام، سوف يتأكد لدى المتلقي ولدى المتعامل أنه يتعامل مع شخصية محترمة، ويؤكد لديه أيضا أنها مسألة تربية ونشأة وسلوك مقوم أو حريص على تقويمه أولاً بأول. احترامك للصغير قبل الكبير يؤهلك لكي يكون احترامك الكبير مش احترام خوف ولا تملق ولا ضعف ولا بحث عن مصلحة، وإنما لأن هذا هو الواجب الذي تقدمه خلال مجتمعك وخلال عملك المهني المختلف. احترامك لزملائك، احترامك لزملائك يؤكد ايضا احترامك لنفسك. احنا شفنا في بعض المناطق وفي بعض غرف المحامين واماكن تجمع المحامين سلوك غير جدير بالاحترام، وهو التصايح والسباب واستخدام الالفاظ النابية حتى على سبيل الهزل، حتى للتعبير عن المحبة، حتى للتعبير عن العلاقة الحميمة أو العلاقة الوثيقة. ده كلام خطأ في حق المحامي. ما ينفعش المحامي يبقى قاعد في غرفة محامين أو في مجتمع محامين ويقول له أنت ابن كذا وده يقول له أنت ابن كذا، لأنك بتنقل هذه الصورة السيئة للآخرين، فتقلل من شأنك وتقلل من قيمتك وتقلل من قامتك وتقلل من وزنك وتقلل من حجم الاحترام الذي يمكن أن يصل إليك، لأنه الناس هتعرف ان المحامين بتشتم بعض،
وبالفاظ مش كويسه، هيسمعها القاضي ويسمعها الضابط ويسمعها الموظف، فيتعامل معك بهذا المستوى ويتعامل مع كل الناس بهذا المستوى المحدود. قد يكون هذا خطأ فردي واحد اثنين عشرة، لكن الانطباع السيء سوف يمتد إلى كل المحامين وسوف ندفع فواتيره جميعا. وبالتالي يتعين علينا أن احنا نربط نفسنا عند هذا الأمر، وإذا رأينا هذا السلوك علينا أن نقاومه وأن نرفضه وأن نصححه وأن نوجه زملائنا إلى عدم تكراره، لأنه ده في النهاية قيمة تضاف إليه. أيضا مش مطلوب منك أنك تزيل المسافات، الاحترام ده مش معناه أنك تزيل المسافة التي بينك وبين الآخرين. لازم يبقى في بينك وبين كل من تتعامل معهم مسافة كبيرا أو صغيرا. المسافة دي مش معناها كبر ولا معناها التعالي، المسافة معناها أيضا هو احترام النفس واحترام الذات. ما ينفعش المحامي يتباسط مع الموظف ويهزر معاه علشان يتقرب له، علشان ياخد عمل أو يطلع على أجندة أو ياخد قرار أو ياخد صورة حكم أو ياخد أمر، أو ده بيقلل من شأنك. يوم بعد يوم هتتراكم العلاقات السيئة بهذا المستوى، في النهاية هنقول محامي شتمه كاتب جلسة أو تطاول عليه موظف، ونقول المحاماة راحت والمحاماة راحت في داهية. لا، إحنا اللي بنتنازل عن المسافة وبنمنحها لغير المستحقين. ما ينفعش. ده اللي بيتكلم عن حمايته من الآخرين عليه أن يدرك المسافة. المسافة، أنت لما بتحترم نفسك كل الناس بتحترمك. نادر جدا نادر جدا حادثة واحدة بتيجي في أنه محامي كان محترم لكل نفسه وبعدين فوجئ في أنه في عدوان، بتحدث لكنها قضية نادرة. أغلب المشكلات اللي بتجيلنا فيها خطأ مشترك، وقد يكون خطأ المحامي مستغرقا لخطأ الآخرين، وإحنا بنتعامل مع ده كل يوم. فبننصح أنه ما ينفعش هذا الأمر، ما ينفعش تسلم نفسك وفي الآخر تقول أصل وكيل النيابة شخط فيا، أصل القاضي مش عارف عمل إيه. لا، مش مطلوب هذا الأمر. أنت تعلم حقوقك جيدا وأيضا تعلم واجباتك. لما تدخل على وكيل النيابة وأنت مش لابس بدلة وأنت مش لابس كمحامية الزي الذي يليق بالاحتشام أو الذي يضع الحد الأدنى من الاحتشام اللي بيحميكي، وتخد تدخل على وكيل النيابة أو تدخل على وكيل النيابة بزي غير لائق، فيتعامل معك بالمستوى المستوى الزي اللي أنت لابسه. بنزعل ليه؟ ما احنا اللي قدمنا هذا التخفيض، احنا اللي قدمنا هذا الاختصار للاحترام اللي لازم المحامي القاضي او وكيل النيابه او الضابط يحترمني فيه. بايدينا احنا نحافظ عن ده، لكن ده مش معناه ان احنا مش هنلاقي حد مش متجاوز. احنا وانا دايما اقول في كل المجتمع في قاضي مش متربي، وفي محامي مش متربي، وفي ضابط مش متربي، كل الدنيا في كل المجتمعات في كل الفئات. لكن في النهاية احنا بنتعامل مع الحالات على قدرها وعلى حجمها وبالشكل اللي في النهاية نحافظ على هيبة المحاماة وعلى قيمة المحاماة وعلى قدر المحاماة. احنا لو تعاملنا ايضا بكفاءة جماعية في الحلول في المشكلات بنصل الى ان احنا بناخد حقنا. وانتوا اصحاب تجربة، محلة ليه مكان تجربة، درس بيدرس في التعامل مع اخطاء الاخرين. احنا عندنا خطأ حدث بحق احد من ابنائنا المحامين وتم الاعتداء عليه. لما المحامين وقفت على موقف واحد وكان قرارها قرار واحد وموقفها دون خطأ او تجاوز، خدنا حقنا، حبسنا الضابط اللي اعتدى على المحامي، وقفنا عن العمل، وقفنا كل الضباط اللي تجاوزوا على الفيس. بغض النظر عن الاسماء، انا بتكلم عن القيمه، بتكلم عن الحدث نفسه، الوزن نفسه. شوفوا قدر المحاماه ارتفع بيكم قد ايه. ده الفرق بين معالجه ومعالجه. ممكن نفس الخطا ده يحدث في مكان اخر فنعالجه خطا فنخسر على طول، نبقى شيع وكل واحد يعمل اللي في دماغه وكل واحد يزايد على التاني. وهتشوفوا ده في الايام اللي جايه خصوصا مع الانتخابات، الناس بتبحث عن حريقه تولعها.
وفي ناس مش اصحاب مصلحه اصلا ان المشاكل تتحل. بيحصل ده يا اخوانا، اوعوا تفتكروا ان انا بتكلم كلام خيال علمي، لا لا، ده واقع. اللي حضر فيكم الجمعيه العموميه اللي فاتت دي بيعرف انه في 800 محامي قالوا لزياده المعاشات لا. هما دي رؤيه، انتوا شايفين ان دي رؤيه مصلحه؟ لا مش مصلحه، انما دي رؤيه انتقاميه، دي رؤيه فاسده بتبحث عن تعويق العمل قياسا على هذا الامر. في لا، في كل حاجه فيها مصلحه للمحامين، فيها انتصار للمحامين. احنا كل ما بنحقق انجاز او نقف عند انجاز نبحث عن الالتفاف حوله ونبحث عن تدميره. في كل نماذج كثيره هكلمكم عنها يمكن في 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 الحوار العام مع اساتذتكم المحامين الكبار. لكن فيما يتعلق بدوركم انتم كمحامين لازم تفهموا انه الزمام في ايدك. كيف تتعلم؟ كيف تتعلم؟ وعلى المعهد ان يؤكد هذا الدرس. كيف تتعلم؟ ان تعامل الاخرين وان تستقبل ردود افعال الاخرين وان تؤدي رسالات ايجابيه في مواجهه من ينظر اليك. واحد يقول لك احنا مش عارف بنروح المحكمه ويقولوا لنا ايه والدائره بتعمل ايه ويتاخر، وانت عايز محامي مع المحامي؟ انت محامي، خدت قرار غلط اطلع للمحامي العام، خدت قرار غلط اطلع للنائب العام. هو لما بيجي لك موكل عنده نزاع بتدور على النقابه ولا انت اللي بتتولى تبحث عن هذا الامر علشان انت محامي وفاهم الاجراءات القانونيه، تسلك الاجراءات القانونيه الى منتهاها علشان تصل الى حقوقك. هو ده دي القيمه اللي الناس لازم تبقى فاهماها، لان في خيوط رفيعه جدا بين الخطا والصواب فيها. الامر اللي بيتكلم عن ليه المحامين الجزئي مش واخدين حقوقه؟ لانهم محامين جزئي، لانهم محامي تحت التمرين، لانه محامي لم يتم تثبيت شانه في المحاماه حتى الان في طوال فتره التمرين. احنا اختصرناها من 4 بقت 2 عشان يعني ننهي مساله الجدل في المدد الطويله. 2 فقط ليك كمحامي تتمرن متدرب عشان تبقى ايد ابتدائي، هتاخد مهنه 6 شهور بعدها تخرج بره النقابه. اللي جاد فيكم عشان يشتغل في المحاماه هو اللي بيبقى حريص على درجه قيده، مش يستنى السنه الثالثه ويستنى السنه الرابعه ويجي في السنه الخامسه يدور على واسطه عشان يخفضوا له الرسم. مش هيحصل، ده خلاص انتهت هذه المرحله. فانت ملتزم خلال هذه المده انك تعلم نفسك وتثقف نفسك اذا كنت جاي تشتغل في المحاماه. لو اللي فيكم مش عايز يشتغل في المحاماه او مش ناوي يشتغل في المحاماه يوفر على نفسه اللي بيصرفه في النقابه، الرسوم والاشتراكات ويدور على حاجه ثانيه. احنا عايزين اللي عايز المحاماه، وبنرحب بكل محب للمحاماه وعاشق له علشان نؤهله علشان يقف على رجليه ويبقى محامي قادر، محامي بيؤدي. انا ما اقدرش ادي للمحامين تحت التمرين مرتبات، لانه اصلا انت داخل باشتراك محدود هدولك في شهر في شهرين. طب ازاي؟ منين؟ انا ما عنديش موارد في الدوله. المحاماه مهنه حره بمعنى انه دخلها يقوم على دخول المحامين، على دخول المشتغلين بالمحاماه. يعني اللي بيتصرف الان في النقابه من معاشات ومن علاج ومن غيره ومن انشطه، المبنى ده اللي انتوا قاعدين فيه، النادي ده اللي انتوا موجودين فيه، اتبنى بفلوس المحامين المشتغلين اللي راحت المحكمه وجابت اتعاب محاماه وحطت دمغه محاماه. اذا انت لازم تؤدي هذا الامر لغايه ما تصل الى هذا الامر علشان تاخذ نفس الحقوق اللي بياخدها اساتذتك او زملائك، لانه هي دي القيمه. واقول لحضراتكم ان المستقبل لكم في العمل المهني، المستقبل لحضراتكم. احنا في تعديل في قانون الاجراءات الجنائيه قادم هيجعل الحضور وجوبي في تحقيق النيابه وفي امام الجنح والجنح المستانفه. كل الجنح هتبقى لازم يبقى في محامي، يا موكل يا منتدب. ده معناه انه فرص المحاماه هتتسع، معناه انه فرص المحاماه هتتسع وهتشمل قطاع كبير جدا من المحامين الشباب. ايضا احنا عندنا تعامل مع نص الماده 60 من قانون المحاماه المتعلق بضروره وجود مستشار قانوني لكل شركه مزاحمه
ليها مراقب حسابات. علشان نبحث عن إلزامية هذا الأمر هتحقق بأنه لازم يبقى في تعاقد مع كل المحامين. علشان الشركات دي تفضل مستمرة. علشان سلامتها تبقى مستمرة. دي مداخل عملية اللي احنا نقدر نقدمه للمحامين الشبان. كل اللي احنا بنتكلم عنه من دعم ومن توفير ومن فوائد موجودة في نقابة المحامين هي الحقيقة المستفيد منها الأجيال اللي جاية اللي هم انتم. حضراتكم. مش حد تاني. اللي بيتوفر النهارده ده لما نتكلم عن فائض موجود في نقابه المحامين قدره 600 مليون جنيه، الفائض ده مش عشان نوزعه على المحامين الحاليين. احنا نبقى مخطئين لو احنا فرقناه عن المحامين الموجودين، لكن المحامين دول راوا ان يظل هذا الحائط النقدي كحائط سد علشان مستقبل المحاماه. عشان نقدر نزود المعاشات ونقدر نزود العلاج ونقدر نزود الخدمات اللي انت هتدخل فيها مباشرة بعد سنتين تمرين. احنا حريصين كل الحرص على ان احنا نقدم الدعم لكل ابنائنا. علشان المحاماة احنا شايفينها واحدة واحدة. انتوا مرحلة. الخطوة الاولى هي اصعب خطوة، هي عنق الزجاجة. انك تبقى تحت التمرين لغاية ما تبقى ابتدائي، ومشكلتك مش هتنتهي عند الابتدائي، ده لسه امامك مشوار من الجهد والعرق. مفيش حد في اللي انتوا شايفينه من المحامين الكبار اللي حواليكم دول كانوا منعمين اثناء التمرين، ولا كانوا بياخدوا مرتبات اثناء فتره حتى وهم مخيلين ابتدائي. كدحوا وتعبوا وصبروا علشان يبقوا موجودين اصحاب مكاتب. واحنا ان شاء الله نتمنى لكم ان انتوا تكونوا احسن مننا، ويبقى فرصكم في الحياه والمهنيه اعلى مننا، لان دي القيمه اللي احنا بنستهدفها في رسالتنا وفي دورنا. من أجل هذا أقول وأدخل مباشرة فيما يخص عامة المحامين سواء كانوا كبارا أو صغارا في السن أو شبابا أو غير ذلك، إن المحاماة محتاجة للاصطفاف الحقيقي. المحاماة بتمر أو مرت بمرحلة خطيرة جدا. اللي احنا عملناه في نقابة المحامين من تنقية لجداول وغيره مش مجرد إن احنا زودنا معاشات. احنا أنشأنا مرحلة هو ميلاد للمحاماة جديد. إذا أنتوا بتتكلموا في السياسة في الجمهورية الأولى وجمهورية الثانية، دي الجمهورية الثانية للمحاماة اللي احنا عملناه بالتنقية. لما قومنا الصنايع، دبلوم الصنايع والتطريز المنزلي والميكانيكا من أنه يدخل نقابة المحامين بالتعليم المفتوح، كنا بندافع عن نفسنا في معركة شرسة. لما قومنا غير المشتغلين اللي قاعدين في بيوتهم علشان ما ياخدوش ارزاقكم ويشاركوكوا فيها ويقسم معاك في المعاش ويقسم معاك في العلاج، لا انت احنا كنا في معركه مصير. احنا لغايه دلوقتي بنعير في فينا منا من المحامين من يعتبر ذلك جريمه. اللي رفع قضايا واللي بيعمل مساندات واللي عمل جبهة مش عارف ايه، علشان احنا عملنا كده، علشان احنا بنصلح نقابة المحامين، علشان احنا بنضبط نقابة المحامين للمحامين. في ناس مش عايزة نقابة المحامين للمحامين، في ناس عايزة نقابة المحامين مشاع. تنكر ان انت عملت انجاز، تنكر ان انت صححت جداولك وضبطت جداولك علشان تحافظ. هو لما نرفع المعاش وسقف العلاج لما وصل اليه الان من ارقام، أقول ده كلام بالنسبة للخبراء الاكتواريين وغيره، ده إعجاز اللي احنا وصلنا له. عارفين حضراتكم احنا صارفين نقابة المحامين صرفة كام على العلاج حتى الآن؟ حتى الآن صرفة 310 مليون جنيه على العلاج فقط. احنا كنا في 3 سنين فاتت صرفنا مليار جنيه على العلاج والمعاشات. أنا أتوقع إنه 3 سنين لو مشوا بهذا المعدل هيبقى على الأقل 2 مليار في 3 سنين. عشان تغطي المعاشات والعلاج. انا اديهم لمين دول؟ الفلوس دي اوزعها على غير المشتغلين؟ اديها لحملة الدبلومات؟ اضيعها على غير المحامين اللي بيكدوا في المحاكم؟ ليه اعمل كده؟ تسفه وتضيع للوقت وتضيع للمال، ولا يجوز لاحد محامي او غير محامي انه يكلمني باي فلسفه تجيز لغير المشتغل انه يقاسم المشتغل بماله.
لن اسمح لهذا الامر طالما بحييه، مش هسمح فيه لا باحكام قضائيه ولا بعساكر ولا بدبابات، ولو بدبابات مش هنسمح بهذا الامر، لانه ما ينفعش نقول لك اصل احنا نحترم سياده القانون. طب ما اخوانا ما احنا عارفين كويس انه اول حكم صدر ضدنا كان صادر لصالح ابن رئيس الدايره ولصالح زوجة العضو اليمين في الدايره، وأخذنا دعوة مخاصمة. لما يقول في الحكم، يقول في الحكم انه اللي هيستفيد بالحكم ده اي محامي حتى لو كان مش رافع الدعوة، طبعا لانه ابنه مش في الدعوة، ويقول في نفس الحكم انه مش مهم انك تشتغل، ومش مهم انك تكون في مصر، ومش مهم انك تكون بتعمل اي حاجة، المهم انك تدفع ال 100 جنيه بتاعت الاشتراك بتاع كل زاد عشان تاخد معاش وعلاج. يدفع؟ هل اقبل ده؟ انتوا عايزين ده علشان تقول لنفس الاحكام؟ عيب اللي بيحصل، عيب الجدل ده. ليه الالتفاف على الحقائق؟ احنا بندافع عن هنا، بندافع في مصلحه خاصه هنا ولا دي مصلحه المحامين؟ دي مصلحه المحامين، وما دامت حيثما تكون مصلحه المحامين انا المقاتل ومش هتراجع، مش هرجع ومش هتهز، ولا يهمنا بقى الانتخابات ولا الانتخابيين ولا اللي بيدوروا على اللي مش عارف اصيبه من التعديلات ومن الرسوم وغيره، بيدوروا على تكتلات انتخابيه عشان يكسروا النقابه ويكسروا النقيب. لا يا شيخ حرام عليك، حرام عليك. ما ينفعش نصل الى هذا المستوى. ما ينفعش واحد لما نيجي نقول احنا قررنا ان احنا نبني مبنى جديد لنقابه المحامين، قالوا فنكوش، ما حصلش. قلنا عملنا عقد مع وزاره الانتاج الحربي عشان تبنيه، قالوا ما حصلش. قلنا انه رئيس مجلس النواب جه حضر عمل الاساس، قالوا لا دي تمثيليه. ليه؟ اصل المترو مش عارف ازاي، والمترو موجود حوالين وهيمنع المبنى يبقى موجود. المترو ازاي؟ هو المترو ده لافف حوالين النقابه؟ المترو ده قدام النقابه، زي الشهر العقاري، زي نقابه الصحفيين، زي كل المباني اللي في صف نقابه المحامين. ولما اتبنى قال لك اصل هو مبنى متواضع. الله، مش انتوا كنتوا رافضينه، بتقولوا ما حصلش وما يحصلش ومستحيل انه يتعمل؟ اتعمل المستحيل، وعملنا مبنى وصرح نقابه المحامين. قريبا هنفتتح فيه افتتاح جديد، قريبا هنعمل افتتاح ولو لمرحله اولى. قالوا لنا عمل ما عملوش حاجه. انا هدعوكم علشان نضع حجر اساس اكاديميه المحاماه. اكاديميه المحاماه اللي منصوص عليها في قانون المحاماه الجديد، اللي هتبقى اكبر مؤسسه علميه مهنيه وتجريبيه في 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 تاريخ مصر، غير مسبوقة. لا المهندسين عملوها، ولا التجاريين عملوها، ولا الأطباء عملوها، ولا القضاء عملها، إحنا اللي عملناها. وقلت وبقول هيجي يوم بعد الأكاديمية ما تبدأ عملها أن يكون الدخول لنقابة المحامين أعز من الدخول للقضاء، لأنه مشروط بأنك تنجح في أكاديمية المحامين. اخوانا احنا لما عملنا التنقية، هوضح لك بالظبط كده. هو لما يبقى حضراتكم جدول المحامين، جدول، طب اسمع، لما يبقى جدول المحامين في 2016 المسددين اشتراكات 400,000 مشترك، 600 معالي نقيب، كانوا 640. لا بتكلم على المسددين الاشتراكات، الجمعيه العموميه اللي كانت تصلح للانتخابات. النهارده الجمعيه العموميه للمحامين 145,000 محامي. يبقى في انجاز ولا ما فيش؟ في. لكن ده مش معناه انه احنا خلصنا الموضوع بنسبه 100%. في تسريب حصل. التسريب ده حصل بطريق الغش وبعضه بالتواطؤ.
وبعضهم التزوير. انا بطمن حضراتكم، احنا كل يوم شغالين على كل القيود التي تمت وبنراجعها، وبنراجع المستندات اللي جبنا من المحاكم، واللي بيسبوا التزوير ومش بنسيبه، بنلغي قيده ونودي النيابه. الموظف اللي يثبت ان هو قبض بنفصله ونحيله للنيابه. انتوا عندكم اسماء بعينها بادله بعينها قدموها، وما تكتبوش اساميكم عندها، سيبوها لنا وانا اتحمل المسؤوليه واحنا نصفيها. لكن ما حدش يتكلم يفسد التجربه بنجاح الذي تم 80-90%، ونقول اصل ما عملناش حاجه. لا عملنا، انتوا عملتوا، ازاي ما عملناش؟ هو انتوا مش بتشوفوا المحامين اللي في غرف المحامين النهارده؟ هو في حد؟ لو سمحت اكمل. طيب انا اكمل. هو في حد من المحامين المشتغلين غاب؟ احنا ظلمناه بعدناه؟ لا مفيش. ليه؟ لانه خلاص بدات الامور تستقر. بس كمان في نسبه ثانيه، 5%، 6%، 7%، 10%، اي مكان يعني، من تتغير من مكان الى اخر. هنطردها ومش هسيبها، علشان في النهايه تبقى المحاماه للمحامين دون سواهم. انما ما حدش يقول اصلي ده كلام وما ترجمش العمل. لا، عمل ده، عمل ونص، ده عمل ونص اللي احنا عملناه، عمل ونص. انك تصل الى هذه الجمعيه العموميه الان بهذا الرقم عمل ونص. بس حافظوا على نفسكم، حافظوا على نقابتكم، ما تسربوش حد، وما تجاملوش حد، وما تتوسطوش لحد يضيع عليكم حقكم في نقابه المحامين. احنا بنقاوم كل يوم، احنا بنقاوم كل يوم طلبات من هنا ومن هناك علشان نجامل. اصل ده جاب وعمل وبتاع، واصل طلعت متزوره فممكن يجيب غيرها. لا، مفيش غيرها المزور، مفيش غيره. اللي هيزور، انا بقول لحضراتكم على الهواء اهو، اللي هيزور مستند مش هنتنازل عن النيابه العامه، مش هنتنازل عن جريمه التزوير، ومش هنصحح له خطأه، ومش هنمكنه من انه يصحح الخطا، لانه كده كان عايز يخدعنا، ولو كان خدعنا ما كانش هيقول لنا، كان هياخد منكم ونصيبكم، وفي النهايه هتضيع نقابه المحامين وتروح في داهيه من غير اي لزوم. لا يا اخوانا، الموضوع محتاج تكاتف. عشان كده في بدايه كلمتي طلبت منكم الاصطفاف. الاصطفاف معناه ايه؟ ان احنا نتكلم بلغه واحده، ونبقى على خط مع بعض، ويبقى لما نكشف جريمه مش ضروري نفضح الدنيا ونعمل فيها مش عارف ايه، نوصل المعلومه بس عشان نصحح الغلط. لانه ايضا صورتكم امام الاخرين مهمه، قيمتكم امام الاخرين الان مهمه. اخوانا، وزن المحاماه الان اختلف، قيمه المحامي الان عادت الى اعلى مستوياتها وادلتها، وتظل الى الاعلى والاعلى. النهارده الامر مختلف غير السنين اللي فاتت، غير اللي انت بتلاقيه في التوك توك ومعاه كارنيه، او في 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 كافيتيريا ومعاه كارنيه، او في محطه البنزين ومعاه في كارنيه. الامر النهارده اتغير. لكن ده مش معناه انه في تسريب. حصل تسريب، احنا مع التسريب ده، وضده هنتعقبه ومش هنسيبه، لا هو ولا اللي وراه، مهما كانت شخصيه اللي وراه، سواء كان نقابيه او غير نقابيه. اذا المعركه ما انتهتش. اوعوا تفتكروا ان احنا انتهينا. المعركه مستمره، معركه الاصلاح في نقابه المحامين، ومعركه التطهير والتنقية للجداول مستمرة، ومش هنترك نقابة المحامين تضيع مننا مهما كانت الأسباب. وأرجو من حضراتكم كمان إن أنتوا تستبعدوا كل المنغصات اللي تفرق الصف. حد يطرح يقول أصل النقابة عايزة ترجع تعمل المحلة وطنطا نقابة واحدة، واحد يقول لك لا إحنا مش عايزين واحدة. الكلام ده مش مطروح على نقابة اللي عملناها، مش مطروح علينا، عشان بس تبقوا فاهمين كويس. وده امر في القانون يخص مجلس النقابه اللي جاي القادم، مش احنا. وبالتالي هذه القضيه مش مطروحه. احنا بنفتعل قضايا عشان نختلف ليه؟ عشان في من حقك تقول انا عايز، ومن حق اخر يقول انا مش عايز. لكن في النهايه الامر مرده الجمعيه العموميه لكم، انتوا اللي هتقولوا او لا اذا اتخذت الاجراءات القانونيه طبقا لنصوص القانون. احنا عملنا معالجه قانونيه علشان ايه؟ عشان بس افكركم، احنا عملنا النص ده ليه؟
كان احنا النص اللي عندنا في القانون القديم تنشا بكل محكمه ابتدائيه نقابه فرعيه، نقطه. كل يوم يطلع علينا قرار وزاري او قرار من رئيس الجمهوريه بانشاء محكمه جديده، فنضطر نطلع نقابه لها. لو ما عملناش تتوقف كل اجراءاتنا لان احنا خالفنا القانون، ما نقدرش نتمم انتخابات الا عليه. فاصبح الامر مش في ايدينا احنا، وعلشان تضم اكثر من نقابه في نقابه واحده محتاج جمعيه عموميه على مستوى الجمهوريه، وده امر انا شايف انه مش محل انصاف. ده امر لازم يرجع للجمعيه العموميه المعنيه. هما اللي يقولوا احنا عايزين او مش عايزين، هما اللي يقولوا احنا اخترنا او ما اخترناش. لما يطرح عليهم فالقضيه مش مطروحه. فمش عايزين فتنه تطرح قبل الاوان. ليه بنطرح قضايا وهميه قبل الاوان عشان نتعارك عليها؟ ليه؟ نقابه المحامين الان بتلتفت للمستقبل. احنا مقدمين على تطوير هائل في موارد نقابه المحامين، وعلى استغلال امثل لمواردنا المختلفه علشان نقدر ننمي الموارد، علشان يبقى عندنا بعد اقتصادي يضاف لمواردنا. احنا مش عايزين فلوسنا كده تبقى مرميه او اموالنا تبقى مرميه من غير ما نحقق اعلى استثمار، اعلى استثمار يبقى مردوده على صندوق المعاشات وعلى صندوق الرعايه الاجتماعيه. احنا مش سعداء بانه المعاش بقى 3000 جنيه، لا مش سعداء، احنا نتمنى انه يبقى اعلى، بس عشان يبقى اعلى لازم يبقى عندي الرصيد الاعلى اللي يوصلني اجتواريا الى هذا الامر. نمرة اثنين، النقيب الحد الأدنى لازم يزيد النقيب. احنا نتمنى انه يزيد ويبقى 100,000، بس المهم ان يبقى عندي الموارد اللي تغطيه. لا مفيش كده، مفيش في الدنيا كده. في القانون بيقول لي انت عندك حساب اكتواري لازم يبقى موجود. لو مفيش اثنين اكتواريين يقولوا ده يمشي، مش هيمشي. عشان تبقوا فاهمين، مسألة مش قرار عنتري، مش انا اللي اخد القرار. انا اتمنى اقول لك ان الحد الادنى 5,000 والحد الاقصى 100,000، وتسقف وتبقى مبسوط واضحك عليك، وفي النهايه تروح نقابه المحامين وفلوس نقابه المحامين. يا استاذ الفاضل ماشي، بس مش قرارك ومش قراري. نتمنى ان شاء الله نرفع الحد الادنى، نتمنى هذا. حتى في دعم العلاج احنا واصلين اعلى سقف في دعم العلاج. احنا السنه اللي فاتت كنا الاورام والقلب المفتوح كنا بنقف عند 25,000، السنه دي وصلنا ل 50,000. هتقول لي انا عايز اعلى؟ انا لو عندي اعلى هدي اعلى، مش محتاج حد يزاد عليا، ومش محتاج اي حد يفنجر على زملائه من حساب المحامين، لانه لو ده متاح وموجود هنعمله من غير مزايده، من غير ما حد يقول الحقه ده فلان ما يموت. لا، احنا لدينا امكانيات وموارد بنوظفها الى اعلى مستوى، وجمعنا جنبها كمان العلاج على فكره الدوله. يعني احنا بنوفر ده وبنوفر ده، وبنخلي المحامي يستفيد بالاثنين مع بعض علشان يحقق اكبر فايده ممكنه. نتمنى ان المحامين تبقى قادره انها تعالج حتى الجرائم بتاعتها، بس ده مرتبط بانه يبقى عندك مورد. انا بقول لك، لما بقول لك رقم 310 مليون جنيه فقط علاج، يبقى لازم نقول انه في حاجه خط احمر موجود، لازم في لمبه حمراء بتنور انه في حاجه خطر هنا، لان انت دخلت هنا على اموال المعاشات، دخلت هنا على باقي الخدمات التي يمكن ان تقدم من النقابه. انت كده دخلت على الاحتياطي اللي موجود. لو احنا ما ضبطناش وضعنا دكتور، احنا بنفخر ان احنا اعلى نقابه بتقدم خدمه علاجيه، اعلى نقابه. ما فيش نقابة مهنية زينا، لا في نسبة العلاج 90% ولا في سقف الحد الأقصى الذي يقدم للمحامين وأسرهم. ودليلي على ذلك الرقم اللي أنا كتبته لحضراتكم. أرقام العلاج اللي موجودة في كل النقابات ما بتتجاوزش في السنة 50 مليون ولا 60 مليون جنيه. إجماليها نقابة الأطباء على اللي فيها دي 50 مليون، نقابة التجاريين 30 مليون، نقابة مش عارف الزراعيين 40 مليون، وهكذا. احنا اللي قفزنا هذه القفزة العليا اللي موجودة في حساباتنا. علشان كده مش عايز حد يتصور انه النقابة في ايديها ومش عايزة، لا. احنا نتمنى ان احنا نقدم للمحامين كل اللي عايزينه، بس احنا كمان عندنا مسؤولية أخرى. أنا عندي مسؤولية أمانة المال اللي بقدمه للناس. ما ينفعش تقول لي افتح صندوق ودي، افتح صندوق ودي بتاع ايه؟ منين؟ ليه؟
وتدي ليه؟ طب ما تدي انت من جيبك. ما تساهم انت مع زميلك اللي انت بتشيل الفيس وتقلبه علشان دعمه، ما تساهم انت من جنب مساهمتك. ايضا انا على المستوى العام احنا معنيين بان احنا كل سنه نحاول نزود السقف اذا اتيح الفرصه والامكانات والموارد لزياده هنزود من غير جدل، لانه دي قضيه كلنا مؤمنين باهميتها. العلاج والمعاش هما اهم القضايا التي يمكن ان تقدم للمحامين، واعز القضايا التي يمكن ان تقدم للمحامي اجتماعيا او اقتصاديا. انا بقوله وبتحمل مسؤوليه اللي انا بقوله، النص الذي وضعناه في قانون المحاماه المتعلق بتحصيل اتعاب المحاماه مقدما هو الذي ينقذ نقابه المحامين من كارثه اي كوارث اقتصاديه، وانه ده حفاظ وحمايه لاموال المحامين، احنا بناخدها مقدما بدل ما ندور عليها بعدين. وبعدين انا مش عارف محامين يعني تقول لك اصلي مش عارف انا بدفعها مقدما ولما اكسب القضيه ولا اخسر القضيه، ما انت بتدفع كل حاجه مقدما. اشمعنى اتعاب المحاماه اللي انت زعلان عليها قوي؟ ده اتعاب المحاماه دي الماده الوحيده اللي بتخش صندوق بتاعك، بتخش حسابك يوم بيوم. احنا نجحنا في ان احنا نعمل اتفاق مع وزاره العدل على التوريد اليومي لاتعاب المحاماه. محكمه محكمه، سواء كانت جزئيه او ابتدائيه او استئنافيه، انا عندي كشف وبيان اللي بيدفع على مستوى الجمهوريه. وده امر احنا مش هنتنازل عنه تحت اي رغبه او فزركه من اي حد يتكلم على اتعاب المحاماه. لا مش هنسمح بكده. لا احنا مش ده انتوا بتضيعوا حقنا. اللي بيقول كده بيضيع حقنا. حقنا في اتعاب المحاماه ناخده زي ما صندوق القضاء بياخده. ولا انتوا بتسقفوا لما قانون القضاء ياخد صندوق القضاء، ولما نيجي للمحامين يطلع واحد يقول لك اصلي مش عارف المحاماه ايه، اصلي مش عارف القانون ايه، اصلي مش عارف الدستور. يبقى الدستور دلوقتي، طب ما الدستور علينا وعلى الكل. يا اما تعم لنا وللقضاء سواء بسواء، يا اما احنا الاثنين سواء بسواء. بس انا ما اتمناش ده، انا اتمنى الاثنين يمشوا، لانه ده حق. القيمه المضافه اللي احنا برضه بنلف وندور فيها تاني، يعني اما بقصد او بدون قصد. احنا بقى لنا 3 سنين يا اخوانا بنشغل قانون. السؤال الاول، في حد من حضراتكم اتحبس؟ ولا واحد. طيب السؤال الثاني، في حد تقدم محاكمه انه ما قدمش اقرار شهري؟ في حد اتحبس لانه ما دفعش 10% من دخله؟ كل دي جرائم موجوده في قانون القيمه المضافه. على فكره اللي انا بقوله ده جرائم منصوص عليها في قانون القيمه المضافه. لو ما دفعتش 10% عن العمل، لو ما قدمتش الاقرار الشهري، لو ما سجلتش نفسك، لو ما قدمتش نفسك. النهارده بالبروتوكول اللي احنا عملناه وطورناه مره واثنين ما حدش متقدم. انت النهارده مش بتدفع ال 10%، انتوا بتهزروا. هي ال 20 جنيه وال 40 جنيه اللي بتدفع عند خدمه الدعوه هي دي 10% من اتعابك؟ لا. وانتوا لازم نقول ان احنا بنحكنا على الضرايب لما نبقى عملنا لصالح المحامين مصرين ان انتوا تفسدوا اللي تم الاتفاق عليه؟ طب نسيب ونخلي الضرايب تحاسبكم 10%؟ لا، احنا عملنا مبلغ مقطوع بتخلص منه وبتدفعه في المحكمه وبتحمله على الموكل بتاعك وخلصنا. انت بتلف ودور تاني عايز ايه؟ احنا عطلنا قانون القيمه المضافه عن انه ينفذ بكامل عناصره على المحامين دون الاخرين. احنا النقابه الوحيده، الجهه الوحيده اللي ما بتطبقش عليها قانون القيمه المضافه بحذافيره زي كل الناس. عايزين ايه تاني غير ان احنا اللي واضح احنا وصلنا اليه النهارده؟ ومع ذلك احنا طعنين امام المحكمه الدستوريه بعدم دستوريه القانون اصلا. اذا اتحكم بعدم دستوريته يبقى خير وبركه. إذا اتحكم بدستوريته يبقى احنا خففنا العبء على المحامين والحمل على المواجهة فيها. إنما الالتفاف حوالين الموضوع واتخاذه عنوان، أصله سلمونا للضرايب، أصل القيمة المضافة مبهدلانا، أصل احنا وفي مبهدلك في حد جه ناحيتك؟ أنت جواب بيجي لك من مأمور الضرايب ولا مش عارف مين بتتشال وتتحط عليه، ليه؟ ليه كل هذا الخوف؟ وليه كل هذا الرعب؟ وأنا قلت لحضراتكم مفيش حد هيتحبس، ما تخافوش. مش هتقدم هذا الاقرار، ما تخافوش. خايفين من ايه؟
انا ضد الخوف والهلع اللي ملوش مبرر. انا مع الحذر ومع الحرص، لكن مش مع الانهيار. ده امر مش منشئ من المحاماه، المحامي مش كده خالص. المحامي مش بيخاف، بالعكس ده المحامي الناس بتجيله في واحد في تهم التهرب وضريبي وهيسجن وجريمه مخله بالشرف، ويقول له استنى اصبر في القانون بيقول، والقانون بيعيد، والقضاء براءه او بينهي له الامر صلحا او غيره. انت جاي تنهار في قضيتك؟ اللي بيقول كده يا اخوانا بيضعف عزيمه المحامين وبيهلكهم. علشان كده انا مش عايز حضراتكم تستهلكوا في قضايا فرعيه لا تقدم ولا تؤخر. احنا ماشيين في الطريق الصحيح، نتمنى ان الامور تسير كما نتوقع وكما نريد وكما ترغبون وكما تشاءون. حتى في كل الواحد بيتكلم على مساله الاذاعه في المحاكم، لا احنا بنتكلم، انا هنميكن كل المحاكم، هيبقى في غرف المحامين شاشات عندما تنتقل الرول والقرار هتصل لكل المحامين. احنا هنعمله على مستوى الجمهوريه مش بس في المحله. وبدانا فعلا في المحاكم اللي ارتبط القيد فيها بالميكنه، في ان احنا يبقى عندنا شاشه موجوده في غرفه المحامين موجوده. واحنا مع هذا الامر في المحله وفي غير المحله، علشان ده حق المحامين، عشان ده استحقاق المحامين. احنا مصممين على كده، واحنا مش هنتراجع عن انه كل مكان في خدمه للمحامي او في مصلحه للمحاماه احنا معاه ووراه. نعود لكي انهي حديثي معك، انه قلنا المدرات القانونية قانونها في مجلس النواب للمرة المليون، القانون في مجلس النواب في اللجنة التشريعية، وهتحدد له جلسات للمناقشة والاستماع. علم؟ تمام، الحمد لله. نعود إلى أن نقابة المحامين ليست منشأة مهنية. نقابة المحامين نقابة وطنية معنية بكل ما يخص الشأن الوطني وكل ما يهدد الأمن الوطني والاستقلال. علشان كده يوم زعلنا من أعلننا غضبنا على رئيس الحكومة الأثيوبية عشان نهر النيل، لأن نهر النيل ده بتاعنا والمية دي بتاعتنا وحصتنا. لما خدنا موقف أو أعلننا موقفنا من أمريكا ومن إسرائيل كنا على حق، لأنه لا أمريكا ولا إسرائيل عايزين مصر أصلا تبقى موجودة على الخريطة. واللي يقبل النهارده انه بغداد تتضرب بطيران امريكي يقبل انه بكره القاهره تتضرب بطيران امريكي ودمشق تتضرب بطيران. التهاون والتفريط العربي اللي احنا شايفينه ده امر احنا للاسف الشديد بنستنكره، وبنقول ان الامه العربيه يجب ان تقف على اقدامها بوضع صحيح لتدافع عن مصالحها ومصالحها في مواجهة المخططات الأمريكية في المنطقة وإسرائيل. وشعرنا في كل مؤتمر تسقط أمريكا وتسقط إسرائيل وتحيا الأمة العربية وعاش انتخاب المحامين والسلام عليكم.